إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تو وصلني خبر وفاة صاحبي عشرة عمر، رفيجي مشعل الشامي، أخو بلال الشامي، توفى وهو يصلي صلاة الفجر بالمسجد. وفاة مشعل الشامي أخو بلال الشامي، حيث تم الإعلان اليوم عن وفاة الفنان والمذيع مشعل الشامي، وهو شقيق الفنان الكويتي بلال الشامي. وقلبي عليها يا حبيب العلي. ويعتبر المذيع مشعل الشامي واحد من ألمع الأسماء التي تعمل في مجال الإذاعة داخل الوطن العربي، حيث شارك بعدد كبير من الأعمال الإذاعية التي ساعدته في الوصول إلى العالمية. وأما عن سبب وفاة المذيع مشعل الشامي الحقيقي مجهول إعلاميا، حيث لم يتم الإعلان بأي تصريح من قبل عائلة المرحوم حول أسباب الوفاة. كما شكل خبر وفاة مشعل الشامي صدمة كبيرة في الشارع الإعلامي، وذلك نظرا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها، إضافة للموهبة المميزة التي ساعدته في الوصول إلى قلوب المتابعين. مرحبا فيكم وهلا بالليانة، ولبى دعانا وحضر ويانا وشرف معانا في المخيم الراقي الذرب الجميل اللي ما يحوي الا كل راقي وكل ذرب مثلكم انتو وشرواكم. تكفون بعد راسي، والله العظيم قليل عليكم هذا كله. هذه الصفقة القوية حق مخيم كلاسيك بإدارة أخوي بضاري. وين الصفقة؟ حيوه. كما نشر العديد من منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت 28 من شهر سبتمبر 2024 خبر وفاة الإعلامي الكبير مشعل الشامي، كما نشر بعض أصدقاء الفقيد بأن مراسم الدفن ستتم يوم الأحد 29 من شهر سبتمبر 2024.